تجارة عين شمس، متخرجة من 2013، وزي اي حد بعد الكلية طبعا دورت على شغل كتير بس ما زبطش معايا اي حاجة، ففكرت ان انا اهتم بالموهبة بتاعتي. وانا بحب الرسم جدا يعني من زمان، بس ما كنتش مهتمية قوي بالموضوع ده يعني، فكرت ان انا ارجع اهتم بيه تاني. ورجعت بدأت أرسم. أنا أصلاً كنت في أول برسم على أي حاجة، يعني برسم على الكرتون، كنت أقطع الكرتون كده وأقعد أرسم عليه. بعد كده فكرت إن أنا أرسم على التيشيرتات. يعني هي الفكرة كانت يعني غريبة شوية بس كنت حباها. يعني أنا بدأ الموضوع دوت من 2013 أو 2014، الموضوع ده ما كانش معروف خالص، فهي كانت حاجة حلوة بتجددي شكل التيشيرت عندك. يعني أنت ممكن تجيبي أي تيشيرت عندك يعني قديم تظبطيه ترسمي عليه شكله بيتحول. الالوان دي اصلا ما بتطلعش خالص في الغسيل، دي الوان مخصوص من القماش. بجيب الخامات بتاعتي كلها من بره، بس طبعا ساعات بجيب حاجات هنا من مصر، بس يعني هو هنا في مصر مش موجود كل الانواع. يعني انا في الاماكن اللي انا روحتها، ممكن يكون في اماكن فيها الكلام ده، بس الاماكن اللي انا روحتها ما فيهاش كل الانواع اللي انا بجيبها من بره. يعني اكتر ناس بتتعامل معايا هم الشباب، يعني اللي هم اللي فاهم الاعمار كلها صغيره، ما فيش ناس كبيره بتطلب مني بصراحه. يعني لان هو بيجي يطلب مثلا واحد عايز هديه لحبيبته، واحد عايز مثلا عايز يعمل مفاجاه لمراته. اكتر حاجه يعني الناس بتنتظرها يمكن هي الاسعار، ما بعرفش انزل بجد في الاسعار قوي علشان خبير. الحاجات للاطفال سلبيات في متناول الجميع، بس حاجة الكبار هي اللي مش في متناول الجميع. يعني مثلا ممكن حد يجي يقول لك طب انا ايه اللي يخليني ادفع في تيشيرت يعني 300 جنيه ولا 350 جنيه مثلا، بس هو يعني ما حدش بيدفع كده الا لو واخدها هديه لحد غالي عليه قوي، فيقول خلاص مش مهم مش مشكله. يعني انت مقدر كمان الشغل اللي انا بعمله، فاهم انا بتعب قد ايه. يعني معلش 7 ساعات ده مش قليل ابدا في شغل الالوان، بس يعني بقعد اكتر من كده كمان. فطبعا في ناس بتبقى مقدره جدا الشغل الهاند ميد، في ناس تقول لك لا انا ما اعملش كده. يعني اكتر حاجه بتطلب مني اطفال بصراحه السربتات والحوامل، دول اكتر حاجتين بجد انا ببقى مبسوطه بيهم جدا جدا وانا بشتغل فيهم. وانا في البيت اكتريه الوقت، بس انا ساعات مثلا باخد يعني بنزل في كافيه زي ما احنا قاعدين كده. بحب ان انا مثلا اعمل حاجه زي كده، فاهمه الناس بتحب تيجي تسال انت بتعملي ايه، يجوا يتفرجوا يبقوا شيء. بصي الفكره يعني انا بقى نفسي ان هي تنتشر، يعني ماما الناس تعرف انا بعمل ايه. لما حد بيجي يسالني بقى انت بتعملي ايه، طب اشرحي لنا، طب الدنيا يعني اسعارك عامله، طب ممكن ناخد البيج بتاعتك الجروب بتاعك نتفرج على بقيه شغلك ويقولوا رايهم. اكتر حاجه بجد نفسي فيها ان انا اعملها ان انا يبقى عندي مكان بتاعي واجمع فيه كل الناس اللي بتعرف ترسم. يعني بجد ده حلم حياتي. يعني